أنا شيعي من النجف الأشرف. يلا. إيه يقولون عليهم وهابية. وهابية. إيه. لك دش يا عمي أنا مو من النجف، يا ريت أصير وهابي. إذا هتش الوهابية إيه. يسوون العراق مثل السعودية ومثل الخليج، عمي أصير وهابي. إيه. اللهم إني وهابي. نعم. زين. نعم. لو ما أكو ذيول بالعراق ولو ما أكو خونة بالعراق، تخسي إيران تدخل شبر للعراق. صحيح. تخسي. السعودية جت الطينة، جت الطينة عرض ها؟ الكهرباء 3 سنين ها ايه. وجاي ياخذون من ايران الارهابيه 9 سنين ايه. بالله الكريم احنا لو نحط ايدينا بايد الخليج والسعوديه ها نعم. السعوديه عندها استعداد ها تسوي لنا العراق مثل السعوديه، بس كود ايران الارهابيه الداعشيه ما تتدخلها. كورونا دولة اخطر من مرض كورونا نعم. اخطر من مرض السرطان دولة نعم. ايران اخطر نعم. من السل. اي دوله تطب لها ايران يدمرها. نعم. روح شوف سوريا. صحيح. سوريا من يدمرها؟ صحيح. غير ايران. اليمن من يدمرها غير ايران؟ صحيح. لك كافي دجل، كافي عيب عيب. نعم. لك كافي، احنا بقرن 21 نعم. خلني ابني بلده، خلني ابني عراقله. نعم. ثاني اغنى بلد بالعالم بتصدير النفط ها، بلد الحضارات، بلد النهرين. شوفوا 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 السعوديه صارت ها، والله احلى من اوروبا السعوديه. انا رحت العام للسعوديه تعجبت يا اخي، شنو هالتطور، شنو هالنظافة، شنو هالاحترام الناس. يعني أنا رايح حجي يعني شرطة يا أخي، احترامات بكل احترام وبكل أدب. تعاملهم شلون كان؟ والله تعاملهم ما أدري إيش أقول لك، أشرف من الشرف. أنا واي يخوفوني ناس، الله وكيلك ايه. دير بالك من هذا باوع منا ايه. من تنزل إيده، يعني دولة أتفح خلق الله. هاي الناس اللي قصدك الذيولة مالية. نعم نعم. بس هاي الطائفية مين؟ إيران. نعم. خامنائي. نعم. الإرهابي. بابا واحد يحكي على واحد تصير مثله أنت ايه. أنت تصير مثله ايه. ها؟ على الأقل بعد 1000 سنة ما نصير مثله. ليش؟ أنا أقول لك شو وقت نصير نعم. مثله مثل السعودية ومثل الخليج، إلا هذول الذيول